عايز اروح لبعض التحليل الفني، يمكن انا ما حبيتش ادخل في تفاصيل النقاط الفنيه قوي داخل التسعين دقيقه، لان في واحد من الناس اللي انا بشوفهم مميزين واللي انا شخصيا بحب اسمعهم وبحب اتكلم معاهم في الكوره، وهو طبعا المحلل الفني صبري سراج، وكان من ضيوفي قبل كده في رمضان في قناه النادي الاهلي، وقدم فقره نالت يعني استحسان ناس كتيره جدا. فانا حابب زي ما بحب دايما اتكلم معاه خارج الهواء في الكوره برضو تسمعوه وهو بيكلمكم عن المباراه، لان اكيد هتشوفوه شايف بعض الامور من منظور مختلف. صبري ازيك وعامل ايه؟ وسعيد ان انت معايا على شاشه قناه النادي الاهلي ولو المره دي صوتيا يعني. يا فارس ازيك، وانا مبسوط جدا طبعا باني معاك وعلى شاشه قناه نادينا، وبمسي عليك وعلى الشباب كلهم بقى، يعني اسامه وغمري ورضا وكل الناس. الحمد لله، يعني ظهور تاني متتالي هو في فرحه كويسه. تخطينا النصف الاول من الروايه زي ما بنقول بنجاح، الحمد لله نجاح كبير كمان. قدمنا مباراه محترمه قدام قسم كبير، ايا كانت حالته الفنيه وايا كانت الاسماء الغايبه عنه، يبقى الترجي اسم كبير وعظيم في الكره الافريقيه. وان الليفل ده من الانديه ومن الفرق، ما ينفعش ابدا ان احنا نقول ان النادي الفلاني او النادي الكبير ده كان غايب عنه لعيبه فاثرت، لان الانديه دي عندها سيستم وعندها نظام وعندها منظومه كبيره، فغياب لاعب او اثنين او ثلاثه حتى لو اثر لبعض الوقت لا يؤثر لكل الوقت. صحيح. فاحنا كنا قدام خصم كبير، بعد سنين هيتقال ان الاهلي فاز على الترجي، ما حدش هيقول ان الترجي كان عنده غيابات، زي ما في يوم من الايام الترجي كسب الاهلي وما حدش قال ان الاهلي كان عنده مشاكل او عنده غيابات، التاريخ يذكر النتيجه. فاحنا حققنا الحقيقه نتيجه كبيره جدا، اكبر فوز افريقي لينا تقريبا خارج ملعبنا على خصم تاريخي او منافس، انا ما بحبش استخدم كلمه خصم، الحقيقه منافس تاريخي لينا في دوري الابطال. فالحقيقه ان هي كانت ليله جميله ونتيجه مميزه يعني. طيب صبري، دعنا نغرد خارج السرب كده، يعني الناس كلها بتروح لحته اصل الترجي وما كانش في حالته اصل غايب عنه، وانت اتكلمت وشفنا النادي الاهلي يعني في مباريات كتير جدا وفي بطولات صعبه جدا منها الكونفدراليه وكاس العالم للانديه كان بيغيب عنه لاعبين وازاي كان بيحقق النجاحات. فانا عايز اتكلم عن الاهلي، عايز اسالك بعيدا بقى عن فكره غيابات الترجي، النادي الاهلي كان في حاله فنيه جيده جدا وكان في تحضير جيد جدا، قول لي ازاي شفت النادي الاهلي وايه اللي خلى النادي الاهلي في قلب رادس يكون بالقوه دي وبالشراسه دي وبالقدره الهجوميه دي يا صبري مع الاتزان الدفاعي؟ قول لي في نقاط ايه السبب الفني ان النادي الاهلي يكون بالشكل ده؟ العنوان العريض مارسيل كولر. الحقيقه احنا ربنا اكرمنا بمدير فني محترم وكبير وقدر يتاقلم بسرعه، حتى لو كان وقع في بعض الاخطاء في بدايه مشواره مع الفريق، لكن تدارك الامور بسرعه وفهم اللعبه وفهم هو موجود فين، فهم هو موجود فين في وسط القاره، وان اللي ممكن يحصل مثلا او طريقه الاداء اللي انت متعود تلعب بيها دايما مش شرط ان انت تنجح بيها في افريقيا لكل مقام مقال زي ما بنقول، هو قدر يستوعب ده بسرعه كبيره. الاهم كمان من ده او مع ده ان هو قدر يحافظ، الراجل ده جه في لحظه سال نفسه او سال اللي حواليه، قال الاهلي في السنتين اللي فاتوا ليه كان بيتراجع في الامتار الاخيره من الموسم؟ وبالتالي جاوب على السؤال بان احنا بنفقد لعيبه كتير في نهايات الموسم. صحيح. خصوصا على صعيد الاصابات وتراجع بدني كبير مع ضغط وتوالي المباريات. الراجل قدر ان هو يعمل روتيشن بشكل واضح ان هو مدروس جدا وعلمي، استخدم تقريبا كل القايمه فيما عدا مخلوف وشوبير وايمن اشرف. فيما عدا الثلاث لعيبه دول اللي هم منهم اثنين حراس مرمى، كل القايمه بتاعه النادي الاهلي شاركت السنه دي وشاركت وخدت عدد دقائق، معظم اللعيبه خدت عدد دقائق كويسه ملحوظه جدا، بالتالي معدل الاصابات تراجع جدا وبقينا اللعيبه كلها جاهزه. في رسائل كمان هو وصلها لبعض اللاعبين خلال الموسم، منها ان هو يعتمد على مثلا حسين الشحات في الجناح الايسر. صحيح. هو انا مش هعطل لو عندي لاعب مستواه تراجع او عندي اصابه، لا انا مش هعطل، انا عندي البديل الكف اللي يقدر يقوم بالدور اللي حضرتك بتقول بتقوم بيه، لان في سيستم لعب. احنا دلوقتي عندنا في باترن في الفريق، في منظومه لعب محدد، اي لعيب هيتشال، اي لعيب هينزل لابس الفانيلا الحمراء في المركز ده هيأدي الدور اللي مطلوب منه. مهم جدا ده. فمش مهم مين الاسم، المهم ان الاداء هيتنفذ لان في طريقه لعب واضحه.
وفي جمل متحفظه واضحه، هو في رسائل معينه قدر يوصلها بـ 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 يعني عايز اقول بشياكه جدا وبدون انفعال. هو راجل هادئ لكنه حازم وقوي، فقدر ان هو يخلق تنافس في كل المراكز، وان مفيش حد ضامن مكانه لان كل اللعيبه بتشارك، وان معظم اللعيبه لما بتنزل بتأدي المطلوب منها تماما. فالكريدت كله انا بشوف للحاله اللي واصل بيها الاهلي في افريقيا حاليا وحتى في الدوري، ترجع بنسبه 99% لمارسيل كولر الحقيقه. اكيد اكيد يا صبري، وكان مهم جدا نسمع التعليق والتحليل الفني ده، لان يا جماعه مهم جدا ان انت تشوف نفسك بعينك انت، لان الاخرين احيانا بعينيهم هيكونوا عايزين يشوفوا حاجات تقلل من انتصارك. بشكرك جدا يا صبري، وبشكرك على مداخلتك كالعاده، بستمتع بيها.